السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم إيه؟ كل سنة وحضراتكم طيبين. أنا كنت جالي أكتر من استفسار عن نتمرن قبل الفطار ولا بعد الفطار. بصوا يا جماعة، طبيعي لو أنت شخص أسليت، شخص رياضي، أو لو أنت حد بتعمل هايبر تروفي، أو بتعمل يعني هدفك إن أنت مثلا شدات تمرينك بتاعتك عالية قوي، يبقى لازم تتمرن بعد الفطار. طب بعد الفطار إمتى؟ يعني غالبا من الوقت بتاع الساعة 10 11، الوقت اللي هو بعد الفطار بتلات أربع ساعات، تمام كده؟ بحيث إن أنا يكون الأكل اتهضم ويكون خلاص العملية بدأت تشتغل كويس والدنيا بقت عندي كويسة. بجانب نقطة مهمة بقى، التمرين قبل الفطار. التمرين قبل الفطار والناس اللي بتيجي تقول لك الساعة الذهبية، هي فعلا ساعة ذهبية. ليه؟ لأن آخر وجبة كربوهيدرات أنا واكلها في السحور. فأنا صايم أوريدي بقالي 13 14 ساعة، فالجسم بيلجأ لمصدر إنتاج طاقة تاني زي الإيه؟ الكربوهيدرات مثلا بتبقى خلاص استنفذت من الجسم، فبيلجأ لمصدر إنتاج طاقة تاني هو الدهون أو الفات يعني. فبيبقى الوقت ده هو فعلا عامل زي الفرن، محرقه للدهون. ولكن خلي بالنا من نقطه معينه، من نقطه مهمه قوي، ما ينفعش اشتغل بشده عاليه. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش اعمل تمارين صعبه، ممنوع اعمل تمارين صعبه. يعني ممنوع ان انا ازود الشده بتاعتي عن 60 65%، ما ينفعش ازود الشده عن كده. عشان كده بنقول لو انا هعمل كارديو خفيف مثلا، اشتغل في الفتره دي اللي هي لمده 45 دقيقه لا تتجاوز 60 دقيقه، بالورم اب، بالكول داون، بكل حاجه، بالتسخين، بالتهدئه، بكل الفتره دي. دي نقطه مهمه. بجانب في نقطة بقى مهمة جدا، عشان الكلام اللي داير يعني على السوشيال ميديا، يجي يقول لك إيه؟ أنا أتمرن قبل الفطار ولا بعد الفطار؟ إيه الهدف؟ إيه الجول؟ أنت عايز توصل لإيه؟ إيه الهدف من التمرين؟ ونقطة مهمة جدا، حسب ترتيب عناصر اللياقة البدنية، أنت في أنهي فترة في الموسم لو أنت شخص رياضي ومهتم قوي بعنصر إيه؟ يعني على سبيل المثال، لو أنت لعيب سرعات ما ينفعش تتمرن قبل الفطار، ممنوع تتمرن قبل الفطار. طب لو أنت لعيب قوة قصوى أو الشدة قصوى، ممنوع برضه قبل الفطار. ده تمرينك بعد الفطار. ليه؟ لان انا مش هقدر اقدر اكسر القوه دي او اكسر الوزن ده خالص، ممنوع، مش هعرف اصلا، مش هعرف، تمام كده؟ لان مصدر انتاج الطاقه اللي هو الكربوهيدرات في جسمي بدا يعتبر خلص، تمام كده؟ فدي نقطه مهمه جدا جدا لازم نخلي بالنا منها. بجانب طب اقسم وجباتي ازاي؟ معظمنا يا جماعه بياكل غلط. يعني ايه بياكل غلط؟ يجي مثلا على الفطار ياكل تمر مع لبن مع طبق سلطه مع شوربه مع فراخ او بروتين مع كربوهيدرات. يا جماعة الأكل ليه ترتيب، يفضل إن أنا آكل بروتين بعد كده آكل الكارب، آكل البروتين بعد كده آكل الكارب. طبعا أبدأ بطبق شوربة مثلا، أو آخد لي تمراية، وآخد عدد فردي مش عدد زوجي، آخد لي مثلا تمراية، وآخد لي مثلا شوف تمراية بمعلقة لبن، بعد كده أقوم مثلا أصلي المغرب، بعدين أقوم واخد طبق الشوربة بتاعي مثلا، وطبعا تبقى مظبوطة بتاعتي وحسب السعرات الحرارية اللي أنا محتاجها أصلا، واللي اوريدي هي محسوبه، او اللي عامل لي البروجرام ديزاين بتاعي، او اللي عامل لي الدكتور بتاع النوتريشن اللي انا شغال معاه عامل لي الجزئيه دي، او انت حتى على الاقل انت بتاع النظام الغذائي بتاعك انت مظبطه، لازم اكون مظبطها. انا عارف انا عايز عدد سعرات حراريه قد ايه، تمام. بعد كده بعمل ايه؟ بعد كده بقوم واخد طبق السلطه بتاعي، بعد كده باكل البروتين بتاعي، بعد كده باكل الكارب. اما احنا اللي هو اغمس والكلام ده، لا، الكلام ده مش مقبول قوي يعني، تمام. طيب النقطه برضو المهمه جدا، ان انت خلي بالك، اوعى تقول انا ليه الحديده بتاعتي بتقل، او ليه انا مثلا وليكن انا بشيل 50 كيلو في الشيست مثلا، فتيجي تقول انا مش قادر اشيلها، او انا المجهود ده صعب عليا قوي. طبيعي صعب عليك، لان الجسم بتاعك، لان جسمك ما عادش فيه يعني كميه الوجبات اللي بتخش، او كميه العناصر الغذاء بتاعتك اللي بتكون الاي تي بي، او بتكون البي سي، او بتكون الجلايكوجين، ايا يكن نوع المصدر الطاقه او اللعبه اللي انت بتلعبها، بيبقى مش زي الاول، او بيبقى مش زي فتره رمضان، يعني مش زي الفترات العاديه بخلاف فتره رمضان. فبالتالي مستحيل ان انت توصل للشده اللي انت ايه عايز توصلها دي، او اوعى تكسر الشده بتاعتك، او اوعى تكسر الوزن بتاعك. يعني لو انا بس اشيل 50 كيلو مثلا في الشيست، ما تقولش ان انا لا في رمضان ان شاء الله هشيل 60 كيلو 70 كيلو الكلام ده، لا لا لا، مش في الفتره دي خالص. انت الفتره دي حافظ على الشده اللي انت وصلت لها، بعد رمضان ان شاء الله اكسر الوزن ده. اما في فتره رمضان لا اعتقد يعني، او كل او معظم الحاجات اللي انا قريتها، او معظم الابحاث اللي عملت عليها سيرش وكده، قالت لا، لا يفضل ان انا اكسر وزن في الفتره دي، اصلا مش هعرف، تمام. وكل سنه وانتم طيبين، ومعلش واسف على الاطاله. شكرا لكم.